صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر مرسوما رقم 40 لسنه 2020 بالتصديق على الاتفاق بشان انشاء لجنه مشتركه للتعاون الثنائي بين حكومه مملكه البحرين وحكومه جمهوريه اندونيسيا ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه صدق على الاتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقع في مدينة نيويورك بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر 2019 والمرافق لهذا المرسوم